جيل جديد بنهج أصيل ويدفع بالوعي فكر دخيل يساعد في سعد وعد بناء الوطن ليكون جميل. يتيم تربى بصرح عظيم سبق أقرنه بالبرامج حتى ارتقى الصعب والمستحيل. تطور دورتنا ذاته وتصنع منه شبابا. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا فكنا ممن تقضى على أيديهم حوائج الناس. نحن باقون على وعدنا بالمساعدة ما استطعنا إليه سبيلا، وننتظر إن شاء الله من المتبرعين ومن الأخوان المساعدة في تخفيف المعاناة على الأهل في سوريا أيتاما وجراحا ومعتقلين. نعلمه بفصول الدراسة ما يستضيء به في السبيل، فأول أبنائنا وعد نعلمهم كل شيء نبيل.